يعني هو شوف في فيديوهات في سوالف في اخبار غريبه وتكنولوجيا. اسمع نبدا باول خبر عندك. بدايه يعني صراحه اول الاخبار من اجمل الاخبار ايضا اللي قريتها. ليش؟ لانه جوجل اخيرا تقدم حل ذكي للاباء والامهات بديلا عن جليسه الاطفال. وطبعا اللي اعلنت عنه شركه جوجل انها اودعت براءه حقوق فكريه لجهاز يساعد الاباء والامهات على متابعه شؤون اطفالهم داخل المنزل وهم بمفردهم اكيد. والجهاز ايضا هذا يعطل كل مقابس الكهرباء في البيت ويخبر الاباء اذا استشعر اضطرابا لدى الطفل او اقتربوا من موصل كهربائي او فضل وحده في مكان ما لمده تزيد عن 10 دقائق. اللي بيصير انه بيرسل لهم استشعارات عن طريق تطبيق يحملوه على هواتفهم الذكيه. الاختراع والحل والتطبيق والعلاج يعني جدا جدا جميل، ولكن اتوقع بالنهايه ما يغنينا ابدا على انه نترك اطفالنا لحالهم في البيت. ما تعرفوا ايش ممكن يصير. يعني مثلا هذا التطبيق ما راح يمنع الطفل من انه ياخذ شيء من الارض ويبلعه ويخليه يختنق في النهايه، ما راح تخليه انه يروح يولع النار وينحرق او تصير له اي حوادث موجوده في البيت. يعني هو ما راح يكون بديل تماما عن جليسه الاطفال او عن اي احد ممكن يجلس مع الطفل في البيت. خلينا نقول مساند، ممكن مساند تقني، ممكن. حنشوف الان او عفوا حنتكلم عن سالفه صايره في روسيا وهي كرات جليديه بتدهش الناس وحيرت ايضا العلماء. ايش هذه؟ فاجات الطبيعه سكان احدى المدن الروسيه بكرات جليديه يبلغ حجمها او قطرها عفوا من 5 إلى 10 سنتيمترات. احنا شايفينها الان في الصور، غطت شواطئ الخليج الفنلندي، واللي حيرت الخبراء اللي كانوا بيبحثوا عن سبب تكونها بهذا الحجم الكبير. وطبعا رجع اكثر العلماء انه بيقولوا انه شكل الجليد في المياه المالحه بيختلف عن تشكله في المياه العذبه، وهذا سبب من الاسباب. بس يعني ظاهره اول مره صراحه انا اشوفها، ف اعتقد حتظهر بعض الاسباب الثانيه، بس منظر جميل جدا. ممكن لانه قالوا شكل الجليد في المياه المالحه يختلف عن شكله في المياه. ايوه بس انا اقول لك في ايضا صح؟ وهذا هو التفسير الوحيد اللي ممكن نشوفه عن هذا، عن الظاهره. وانا قاعد اقول لك انه اعتقد كنت فين كنت قاعده اقرا سوري قاعد اقول لك ممكن تطلع تفسيرات ثانيه يعني اكثر دقه كمان، لانه هذا يعني حكايه المويه المالحه والعذبه قد صارت قبل كده، فليش ما تكونت سابقا؟ فاهمه كيف؟ فاعتقد في تفصيله كمان ثانيه مع بلس البلوحة والعذوبة. ممكن نروح لخبري. تويتر أخيرا يطلق خاصية جديدة، هذه الخاصية راح يطلقوها قريبا، واللي كشفت عنها تويتر عن نيتها إضافة ميزة جديدة. طبعا هذه الميزة إيش راح تتيح لمستخدميها عبر تويتر؟ تتيح لهم رؤية وإضافة أي تغريدات حابين أنهم يضيفوها بعد التغريدة الأساسية أو الموجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أسهل، مشيرة إلى أن الخاصية الجديدة حتسهل على المغردين اللي يكتبوا عدد من التغريدات التي كانت تحتاج رد أطول على تغريدات سابقة كتبوها. يعني تويتر ما راح يصير تويتر، تويتر ميزته أنه يغرد تغريدة واحدة بعدد حروف معين يفي بالغرض تماما، ولكن أنكم تخلوا تويتر مقالات فما أتوقع. إيش رايك؟ والله رأيي صراحة دام أنه أنا عندي حساب تويتر في اذا الخاصيه هذه ما راح تاثر على التغريدات في الرد في الرد وايضا التغريد عن اي موضوع. اوكي يعني خلينا نقول خاصيه موازيه للتغريدات، يعني خاصيه زي كانها مدونه موجوده داخل تويتر. اوكي هنا معلش كانه انا احفظ حاجات في حسابي الخاص، ولكن ان انا اثر على التغريدات واخليها كفايه انها صارت 240 اعتقد صارت. يس هم لا انه يقولوا راح يضيفوا تغريدات، يعني تقدر تضيف على نفس الموضوع في تغريده تضيف تغريدات ورا بعض. تخيل. اسمع تصدق خليها تنزل الخاصيه وبعد كذا نقعد نسوي هاشتاج عجبنا ولا ما عجبنا. اوكي. وما حيسمعونا، اهم شيء احنا نخرج وخلاص، هو هذا الموضوع اللي بيصير في الغالب. ايش خبرك؟ صراحه انا مستمتع على خبرك اليوم. ايوه يقول لك إنشاء أول فندق فاخر للكلاب. أثار ديباك تشولا وزوجته جواني ضجة واسعة عبر والله سميهم فخمة ضجة واسعة عبر ولاية هاريانا شمال الهند. هذا طبعا الكلام حصل عقب إقامتهما في فندق خاص بالكلاب واللي يعد
الأول من نوعه في البلاد. هذه الفيديوهات طبعا بنشوفها لهذا الفندق، الفندق برضو بيهدف إلى إعادة ثقافة تدليل الحيوانات الأليفة إلى البلاد، لأنه بيوفر الرعاية للجراء الصغيرة بداية من عمر 3 شهور من خلال تقديم خدمات فاخرة. سر الليل وحنا ما سرينا، وكان هذا خبر ترفيهي ويعني اعتبروني ما قلته. ما أعرف في الفترة الأخيرة يعني صرنا نشوف مطاعم للبسس، فنادق فاخرة للقطط، هي نفس المعنى على فكرة بس هذا باللغة العربية وهذه باللغة العامية. أخيرا لفندق فاخر للكلاب، وما أدري صراحة في المستقبل إيش راح نشوف جديد. ننتقل إلى خبري، سيارات فارغة تأخذك إلى وجهتك في بوستن، وطبعا قريبا سيشهد بعض الأشخاص الذين يطلبون سيارة أجرة لإيصالهم إلى مكان محدد في ولاية بوستن الأمريكية بوصول سيارة فارغة في إطار سعي لتجربة خدمة جديدة، وهي خدمة لتأجير سيارات أجرة ذاتية القيادة. يعني صراحة عجبني الخبر لو يطبقوه. يتخيل سيارة ذاتية القيادة هو تاخذك لأي مكان. هو قال ليفت، على فكرة هذه شركة محلية في أمريكا معروفة، LYFT شركة معروفة، بس حكاية أنهم قيادة ذاتية صراحة معقول ممكن تصير؟ هي قالوا حيسووها في دبي خلال السنوات الجاية، ولكن ما نعرف متى. احنا نسمع ونهشتق وبس ونعرب عن مدى سعادتنا بالموضوع. اقول لك الخبر كل يوم الأخير. لازم ايوه لابد. معليش انا بس الكرسي والله مره مضايقني، قاعد بحاول بس تاخذوا الوايد عشان اقدر اصلح نفسي. يا يعني بصراحه مره شكرا. شكلك تخنت براد. لا ما تخنت، بس الكرسي كان نازل.